بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله. دعاء إبراهيم عليه السلام. من دعوات إبراهيم الخليل عليه السلام ما ورد في السورة المعروفة باسمه عليه السلام سورة إبراهيم في قوله تعالى قال إبراهيم رب اجعل هذا رب قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم آمين. هذه دعوات عظيمة ومطالب جليلة سألها إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل لنفسه ولذريته وقد انتظمت مقاصد جليلة وسؤالات عظيمة يجدر بالمسلم أن يقف عندها. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، وهذه قراءة في فقه الأدعية والأذكار في مجلده الرابع والأخير، ونحن مع دعاء إبراهيم عليه السلام هنا. وقد استفضنا في قصة إبراهيم وذكرنا كل ما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل، لكن هنا لطيفة وهي ونحن نقرأ القرآن قراءة الختمة أو تقرأ في وردك القرآن فمررت بآية فيها تسبيح أو آية فيها دعاء مثلما فعل الوالد الآن ثم قال آمين، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وبه قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وذكره الإمام النووي أيضا في التبيان في آداب حملة القرآن. وإن كان الأصل في المسألة هو حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وغيره لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في الصحيح، فما مر بآية رحمة إلا دعا الله وما مر بآية عذاب إلا تعوذ منها. فقال أهل العلم إنما هذا يكون في الصلاة النافلة دون المفروضة. وقال شيخ ابن باز رحمه الله والحاصل والعلم عند الله أنه لا يفعل ذلك في المفروضة حتى لا يطول على المصلين، أما في النافلة فالأصل فيها المناجاة والتطويل. قلت وهذا هو الأقرب إن شاء الله، وإن كان بعض طالبة العلم يقول في النافلة والفريضة، ولكن الذي ورد أنه في النافلة دون الفريضة. وأخذ على ذلك مسألة، إذا كنت أنت في ختمتك التلاوة في ختمة التلاوة في خارج الصلاة أو كنت مستمعا لتلاوة فمر بآية فيها تسبيح فقال مثلا سبح اسم ربك الأعلى فقلت سبحان الله، مر بآية إن الله وملائكته يصلون على النبي فقلت اللهم صل على محمد وآل محمد، مر بآية مثلا فيها دعاء فيها تعوذ فيها كذا فأنت سألت الله وتعوذت، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وهذه لطيفة أحببنا هنا أن نوجه لها لأن المناسبة قد دلت عليها. أما إذا جاء ذكر النبي في الصلاة المفروضة فتنصت، والدليل
قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ابن عباس كما نقل الطبري وغيره: في الصلاة، إنما الصلاة الأصل فيها الإنصات، أما بعض الناس يريده متفاعل مع الإمام، كل مرة بآية جلسوا متفاعل معه. الإمام قال استقيموا، قال استقمنا. الإمام مثلا قال في آية فهو تجده يتفاعل معه في هذه الآية: سبحانك، الحمد، واغفر لنا، آمين، إلى غير. لا، في الفريضة أنت أخي المبارك منصت متدبر متأمل، ما تقول غير آمين مع الإمام فقط. فإذا قال والضالين حديث أبي سعيد الخدري وغيره فقولوا آمين. هذا هو الذي ينبغي أن يكون منك في الصلاة. وتجد أحيانا بعض الناس في الصلاة كل أذكاره جهرية مسموعة لمن بجواره. قال شيخنا المختار وقال طائفة من أهل العلم: ومن كان ذلك صلاته تبطل. تصلي جنبه راكع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كأن ما حد يصلي غيره. ترفع من الصلاة تريده تسمع تسبيحاته وتهليلاته وتكبيراته. لا يا أخي الحبيب. ولذلك روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود موقوفا قال: وما الإنصات إلا الإسرار، وما الإسرار إلا ألا تسمع من بجوارك، وما الإسرار والإنصات إلا ألا تسمع من بجوارك. لكن اللي بجوارك أنت سمعت كل شيء، فماذا بقي لمن بجوارك؟ فينتبه لمثل هذا، وإن وجدتم أحدا يفعل هذا فناصحوه. نعم، نكمل إن شاء الله. حتى لو سبحت ولا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام في سرك من غير ما تحرك يعني شفتيك وحاجة زي كده ولا شيء، الإنصات فقط لا غير، طالما في المفروضة نحن منصتون متأملون متدبرون أيها الكرام الفضلاء. النبي يقول إن في الصلاة شغلا، عن ابن مسعود قال: كان الواحد منا يرد السلام في الصلاة. فالنبي قال: إن في الصلاة شغلا، خلاص أنت مشغول بأمور الصلاة والتأمل والتدبر فيما يقرأ من الآيات. نعم، في آية شيخ نقول فيها بلى، روى الإمام أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم في آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللهم بلى، للإمام والمأموم. وفي نفس سنن أبي داود في الحديث الذي بعده بشارة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اللهم نعم، ضعيف، الذي ورد في سورة القيامة دون سورة التين. ومنهم من قال إنما ذلك فريضة وليس نافلة، لكن إنما ذلك معذرة، نافلة وليس فريضة. الصواب أنه في الجميع، وللإمام والمأمون. والمأموم تقول: اللهم بلى، اللهم بلى، كما جاء عند أبي داود. أما في التين فحديثها ضعيف. نعم، قوله: رب اجعل هذا البلد آمنا، مضى الكلام على هذه الدعوة العظيمة المشتملة على سؤاله عليه السلام الأمن لبلد الله الحرام مكة المكرمة، وأن الله استجاب دعاءه فجعلها بلدا آمنا. وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أمين. ومن الأمن فيها كما جاء أن الرجل يرى قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه في الحرم. ومن الأمن فيها ألا يختلى خلاها كما جاء في الحديث الطويل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. هذا كله من الأمان داخل مكة وفي حدود الحرم. نعم، قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أبعدني وبني من عبادة الأصنام، واجعلني وإياهم في جانب بعيد عن عبادتها والإلمام بها، وفي هذا الخوف من عبادة الأصنام والحذر الشديد من ذلك، وليتأمل العاقل. فضيلتك اسمح لي لو نرجع، فضيلتك قرأت
قبل سطرين أو ثلاثا قبل ما نتكلم في كلمة مقاصد كانت موجودة في كلمة هكذا، لو ترجع فضيلتك سطرين أو ثلاثا. عظمت مقاصد جليلة وسؤالات عظيمة. مقاصد جليلة وسؤالات، نعم، كأني سمعت بالتنوين، فحبت أن ننون هذه ممنوعة من الصرف، اجمع وزن عادلا أنث معرفة الركب وزد عجمة في الوصف قد كمنا، هكذا صحيح، مقاصد وسؤالات. فضل فضيلتك. نعم، قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي ابعدني وبني من عبادة الأصنام، واجعلني وإياهم في جانب بعيد عن عبادتها والإلمام بها. وفي هذا الخوف من عبادة الأصنام والحذر الشديد من ذلك. ولتأمل العاقل ذلك، فإن هذا مما يخيف العبد من الشرك ويوجب للقلب الحي الخوف منه. فإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، وابتلي بكلمات فأتمهن وكسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك ويسأل ربه مفعول به منصوب بالفتحة، ويسأل ربه، نعم، النجاة منها، نعم. فهذا توقع يا كرام يا فضلاء، دائما نقول وينبغي لكل واحد منا أن يناصح إمام المسجد عنده أن يجعل درسا في التوحيد، ولا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه الإلحاد، وانتشر فيه الشرك، وانتشر فيه الوثنية، نسأل الله السلامة والعافية. لما ترى يعني والعياذ بالله كما في اليمن هذا بن عفيف وهذا الجماعة الصوفية التريم يحجون إلى قبر هود ويقولون إن هودا أتى مطأطئا رأسه لشيخهم، نبي الله هود أتى مطأطئا رأسه لشيخهم. تأملوا أيها الكرام الفضلاء، يعني تأمل هذا الكذب، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. أنا أسمعكم هذا حتى لا تقولوا أيها الكرام الفضلاء، اسمع الآن، اسمع الزيارة والحكايات المشتركة للترويج لها. أيام يوجد بها في سفح الجبل قبر كبير منكوس، بني على رأسه قبة عظيمة داخلها صخرة مشقوقة، وأسفل القبر الناقة المتحجرة، ثم تحت الجبل بئر قريب منها نهر صغير. مناسك زمانية، يتوافد الزوار في اليوم السابع والثامن من شهر شعبان، ثم تقام في اليوم التاسع ثلاث زيارات بقيادة ثلاث أسر من آل بعلوي، هي زيارة آل بالفقيه وآل الحداد وآل الحامد. وفي اليوم العاشر تبلغ الزيارة غايتها، وفيه زيارة آل شهاب، ثم تصل ذروتها في زيارة آل أبي بكر بن سالم، وفيها الوقفة التي من أدركها فقد أدرك الزيارة. أما طقوس الزيارة تبدأ، رأيتم أيام مثل أيام حج بيت الله الحرام، هذا إلى قبر هود المزعوم، رأيتم فيها وقفة مثل وقفة عرفة، وبالاغتسال من النهر المقدس، ثم الصلاة خلف حصاة عمر المحضار. السلام عليك وعلى لقمان. رأيتم هذا الشرك؟ السلام عليك وعلى لقمان الحكيم، السلام عليك وعلى مريم بنت عمران. أرأيتم؟ وهذا من كبار الصوفية الذي منهم كان الهالك أو أبو بكر العدني. السلام عليك وعلى آسيا، ما ساب ولا حد، حتى آسيا زوجة فرعون كوب يسلم على الكل. انظروا إلى الشرك بعد هذا، الشرك بعد هذا الشرك. ف
ثم الوقوف على بئر يزعمون أن فيها أرواح الأنبياء والصالحين فيسلمون عليهم ثم يصعدون. أرأيتم أرواح الأنبياء كمر معنا في رحلة المعراج أين هي؟ عند الله عز وجل؟ لا، هم عندهم بئر هناك، يقول لك أرواح الأنبياء كلها مولودة جوة البئر هذه. إن الله كرم الشهداء جعل أرواحه في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأوي حيث شاءت، وهذول جعلوا أرواح الأنبياء في بئر عفنة عندهم في تريم هناك وما حولها في حضرموت ليحج إليها ويعني ويضحك على الجهلة من الناس والملايين من الأغبياء حول العالم حتى نعلم عظم أمر التوحيد. فينشدون القصائد في فضائل شيوخ العلويين وفيها الإشراك والحلول والاتحاد مع ضرب الدفوف. اللي بندرسه في النونية ابن القيم كان في المجلس الماضي عقيدة ابن عربي النكرة الحلول والاتحاد، لما قالوا إن الذين عبدوا العجلة ما كفروا إنهم عبدوا ربهم، هذه التي عند صوفية حضرموت. ثم النفرة من الشعب بعد أداء الطقوس. رأيتم النفرة من الشعب كالنفرة من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، نفس يضاهئون بالضبط عقيدة إبراهيم عليه السلام الذي تعوذ بالله من الشرك. زيارة هود عليه السلام ضلالات وخرافات في حضر موتى بخير الأرض أجمعها منها مكان معدة للزيارات فهو المكان سوى هود النبي به نبير عاد وينبوع الرسالات. هذه تنفيقات لا يقبلها عقل سليم. الكشف الصوفي يظهر محل القبر على يد عبد الرحمن بن علي السكران عين المكاشفين. رأيتم قبر هود ما اكتشفوا إلا هذا السكران. اسمع على مسلم صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي عافانا، هو اللي اكتشف القبر هذا السكران، ومن ذاك الوقت أخذ الناس يحجون إليه من صوفية العالم. الإذن الرباني ينقل الزيارة إلى طريقة الصوفية على يد العيدروس، ظل منتظر الإذن 13 سنة. نهر هود من أنهار الجنة. رأيتم عبارة عن بحيرة آسنة، يقول هذا نهر هود من أنهار الجنة، ونحن كما جاء في الحديث الذي نعرف من أنهار الجنة نهر الكوثر، من أنهار الجنة نيل والفرات. نعم. قيلت عن مولى الدويلة أنه سمع هاتفا بذلك. دخل النبي هود عليه السلام إلى بيت الفقيه المقدم يطأطئ رأسه كي لا يصيب السقف حين تخلف عن زيارته وقال يا شيخ إن لم تزر زرناك. رأيتم هذا الدجل؟ هود بنفسه جاله مطأطئ رأسه يعني ساجدا له، يقول لو ما جيت تزورنا حنا ناجي نزورك. وهذا عمر بن عفيف الآن الكذاب الكبير، هذا الآن هو يذكر هذا الكذب، هذا الكذاب الكبير الذي يتكلم أن الله عز وجل أخبر بمولد الولد قبل أن يتزوج أبوه بأمه أحد صوفيتهم. اسمع الآن. على يد العيدروس ظل منتظر الإذن 13 كي لا يصيبه السقف حين تخلف عن زيارته وقال يا شيخ إن لم تزر زرناك. رآه سيدنا الفقيه المقدم مقبلا عليه تحت مكان للسقف في بيته وهو يطاطئ رأسه من سقف بيته يقول يا شيخ إن لم تزر زرناك من بنى. رأيتم؟ فلذلك لا تعجب لما تسمع أخي الكريم الفاضل أن الأنبياء كل الأنبياء يخافون أن يموتوا على الشرك ويسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من هذا الشرك، لا تتعجب أيها الكريم الفاضل. نعم تفضلوا. ويسأل ربه أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام فما الظن بغيره وكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب. دونه ولا دونه؟ دونه ظرف المكان. دونه. جزاكم الله خير. روى الإمام الطبري في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه كان يقص ويقول في قصصه ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
وقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ذكر فيه الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من عبادتها وهو كثرة من افتتن وابتلي من الناس بعبادتها، وبين براءته منها وممن عبدها ورد أمرهم إلى الله تعالى، وهو قوله فمن تبعني أي على ما جئت به من التوحيد وإخلاص العبادة لله رب العالمين وفراق عبادة الأصنام. فإنه مني أي من أهل ديني وملتي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة إبراهيم عليه السلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة، وهذا دليل على عظيم شفقته ورحمته بعباد الله. الله تعالى أرحم بعباده منه، لا يعذب إلا من تمرد عليه. ولهذا جاء عن قتادة أنه قرأ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم قال اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم لا والله ما كانوا طاعنين ولا لعانين. وكان يقال إن من أشر عباد الله كل طاعان لعان. قال نبي الله ابن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك فإنهم عبادك فإنهم عبادك مبتدأ وخبر. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي قول الله تلا قول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. وقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد عليه السلام وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. روى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وأما قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقد تقدم الكلام على شيء من معناه عند ذكر دعائه عليه السلام لأهل مكة وقوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فيه بيان أن قصده وجه الله الذي لا تخفى أن قصده وجه الله فيه بيان أن قصده وجه الله الذي لا تخفى عليه خافية.
فقال ربنا إنك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا وما نسألك وفي غير ذلك من أحوالنا وما نعلن من دعائنا فنجهر به وغير ذلك من أعمالنا وما يخفى عليك يا ربنا من شيء يكون في الأرض ولا في السماء لأن ذلك كله ظاهر لك متجل باد. وقوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سبق عند الكلام على دعائه عليه السلام بالولد الصالح. وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فيه سؤال الله أن يجعله مقيما لها بحدودها وأركانها ويجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويستجيب الله لدعائه فيما سأله فيه كله فيما سأله فيه كله كله فيما سأله فيما سأله فيه كله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآيات ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته هذا. وقد استجاب الله تعالى لنبيه وخليله عليه السلام فيما دعاه لنفسه ولذريته مما تقدم ذكره في الآيات. وقد جاء عن ابن جريج رحمه الله أنه قال فلن يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة. وهذا من استجابة الله لدعائه. إن مما ذكر الله في كتابه العزيز من دعاء خليله إبراهيم عليه السلام استغفاره لأبيه كقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه بالمغفرة من الله كان وعدا وعده إبراهيم أباه طمعا في إيمانه وترغيبا له فيه. وعده إبراهيم أباه وعده إبراهيم أباه أي من هو الفاعل طمعا في إيمانه وترغيبا له فيه. ولكن لما أصر أبوه على الشرك بالله تعالى حتى مات على ذلك تبرأ خليل الله إبراهيم عليه السلام من أبيه حينئذ وترك الاستغفار له لأن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا يقول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو لله. وقال أيضا رضي الله عنه استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك عن الاستغفار. وقال الضحاك رحمه الله كان إبراهيم صلوات الله عليه يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حيا فلما مات على شركه تبرأ منه. ولما كان هذا هو واقع الحال لاستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه نهى الله تعالى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين اقتداء بإبراهيم عليه السلام في ذلك. وهنا وقفة نعيد الجملة هذه مرة ثانية وهنا وقفة نعيد فضلتك هذه الجملة مرة ثانية. ولما كان هذا وقع الحال لاستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه نهى الله تعالى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين اقتداء بإبراهيم عليه السلام في ذلك. طيب إليزابيث هذه مشركة ولا موحد؟ مشركة.
إذن من استغفر لها فقد فعل فعلا محرما وخالف القرآن والسنة والإجماع. وأحمد الله على نعمة الإسلام، 10 أيام وبعد 10 أيام تستمر هذه الطقوس التي يجرونها من الصباح إلى قبل الدرس ومنتهوا. وأحمد الله على نعمة الإسلام، سيد الأولين والآخرين بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل ما ملكت يداي، ما استغرق دفنه عليه الصلاة والسلام لما شرع فيه ساعة بأبي وأمي، من حفر قبره الشريف عليه الصلاة والسلام وتنزيله فيه صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيد الأولين والآخرين. يحكي لي أحد الناس يقول لما ماتت هذه المرأة قالت لابنتي: يا أبتا، عاشت 96 سنة وما قدمت شيئا لله. يقول هنا، والله يقول هنا طابت نفسي أن ابنتي الصغيرة هذه قد علمت ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. ولذلك يقول حسان في مرثيته عن العدنان عليه الصلاة والسلام: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، يعني تعفو الرسوم يعني تتلاشى. ولا تنمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد مكان، يعني بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، الوحي يعني، معارف لم تطمس على العهد أيها أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في التربي ملحد، يعني ألحد في عليه الصلاة والسلام، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد، يعني أسعدت عيوني ببكاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد، يعني يقول عشان أذكر كده شمال النبي ما أقدر أحصيها، حتى تتبلد النفس ما تقدر تحصي شيئا، مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، يعني لما تأتي تتكلم على مناقب مثلا أخلاقه في مع النساء ما تذكر المناقب ما تبلغ 20 معشار عليه الصلاة والسلام، وكذلك في شكر النعمة وكذلك في الصلاة، ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، يعني يصيبها الوجد ويصيبها الحزن، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها، يعني على طلل القبر الذي فيه أحمد، يقول وقفت طويلا كده وأنا أبكي، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يا سلام، راحوا حزنانين واهنا منهم الظهور والأعضد، العضد هو بين مجمع الكتفين، يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، يعني حزنا، وهل عدلت يوما وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، مهما مات هل يعدل موت النبي عليه السلام، فما بالك إذا كان الميت كافر، إذا كان الميت كافر عياذا بالله، قطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق، إن يطيعوه يسعد، إي والله والله وإن تطيعوه تهتد، إي والله صدقت يا من كان يؤيدك روح القدس، صدقت يا حسان رضي الله عنك وارضاك.
عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجوده. الله أكبر. وإن ناب أمر لم يقوم بحمله، يعني إذا نابهم أمر صعب أن يتحملوه، فمن عنده تيسير ما يتشدد. الله أكبر. فبينهم في نعمة الله وسطهم دليل به نهد الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجور عن الهدى، حريص على أن يستقيم ويهتدوا، عطوف عليهم لا يثنى جناحه، لا يثني جناحه يعني ما يتكبر عليهم، إلى كنف يحن عليهم ويمهدوا. فبينما هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه حق المرسلات ويحمد. وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، قيارا سوى معمورة اللحد ضافها، فقيد تبكيه بلاط وغرقد ومسجده. فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد، وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد. فبكى رسول الله يا عين عبرة، ابكي قال لها يا هالعين، فبكى رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرف أنك الدهر دمعك يجمد. لا إله إلا الله. كلام جميل في هذه الدالية العجيبة من حسان رضي الله عنه وأرضاه. لمثل هذا يبكي الباكون أيها الكرام الفضلاء. فنحمد الله على نعمة الإسلام وأن جعلنا من أتباع خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. وذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الآسي كما نقل أحمد بن فارس في معجم مقيس اللغة هو الطبيب المعالج عليه الصلاة والسلام. وأسوة بضم همزة القطع، لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، هذه قراءة عاصم برويه شعبة وحفص، وقراءة الباقين الجمهور من القراء العشر لقد كان لكم في رسول الله أسوة بالخفض، والمعنى واحد، الأسوة والأسوة كلاها بمعنى واحد. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أقول له تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وفي هذه الأمور التي ذكرناها من معانيه من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة ومعادها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول تعالى ذكره فذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله من المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا من عبادة ما سواه
وأظهر لهم العداوة والبغضاء في هذا المنهج. وهذه فضيلتكم الآية من أعظم آيات المنهج في الولاء والبراء، هذه الآية من أعظم آيات المنهج في الولاء والبراء، وترد على كل متهوك كلما مات كافر أخذ يقول يرحمه الله والجنة ليست للمسلمين فقط، لا، الجنة للمسلمين فقط، نعم، بنص الكتاب والسنة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فلذلك هم خالدين مخلدون في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، الجنة للمسلمين فقط، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة، لذلك النبي أمر الله النبي أن يقرأها على أبي بن كعب لتعلم عظمتها. ثمان آيات في جزء عام، في الجزء 30، هذه وضحت الرد على كل من يتهوك في كل أمر ويقول لك لا حتى النصارى يدخلون الجنة، لا لا، ما يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم البياض، كل من مات كافر لا يدخل الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، في هذا المعنى قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية وعبد الله ابن أبي أمية، فقال يا أي عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي المسند عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله تبرأ منه. وفي هذا كله بيان للمؤمنين وإرشاد لهم على عدم الدعاء للمشركين بالمغفرة، لأن ذلك ليس بنافع لهم ما داموا مقيمين على الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ولكن له أن يدعو لهم بالهداية وبالتوفيق للإيمان والإسلام، كما قال الإمام البخاري في صحيحه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس. قال اللهم أهدي دوسا وأتي بهم. في الترمذي والمسند عن جابر رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أحرقتنا لبال
سقيف فادعوا لنا عليهم. قال اللهم اهد سقيفا. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر دعوته لأمه بالإسلام وقد كانت مشركة وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد أم أبي هريرة، فاستجاب الله دعوته وهدى أم أبي هريرة. ويجوز كذلك الدعاء له بالرزق أو الغيث تأليفا لقلبه، كما في صحيح البخاري عن لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لمطر فاستسقى لهم. وهذا من الإحسان الذي ذكره الله في حق الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم طمعا في هدايتهم وتأليفا لقلوبهم. وفي قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. وإياكم عليه الصلاة والسلام. وهنا شبهة عند بعض الناس أيها الكرام الفضلاء، وهم أنهم يخلطون بين المحبة وبين المعاملة في الآية التي مرت بنا. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذه في سورة الممتحنة أو الممتحنة. فهنا البر أيها الكرام الفضلاء يعني أنك أنت ألا تظلمه. البر ليس معناه المحبة، البر ليس معناه المحبة. طيب من يأتيني بدليل واضح وجميل جدا في هذا الأمر أن البر لا يعني المحبة؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من اتقى. لا، هذه مسألة أخرى، أنا بتكلم على المحبة القلبية. أنا أقول لكم قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه، لما كانت أنه أسلم وهي على كفرها فتركت الطعام 3 ليال والشراب حتى أصابها الجهد وغشي عليها، فنزل فيه قول ربنا تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا إيش معروفا. هنا البر هل هو محبة ولا كان بر فقط؟ محبة يا شيخ. بر هنا ولا محبة؟ استني بر يا شيخ بر. أيوة، هذا كان برا، لذلك ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهنا لما ربنا قال في سورة الممتحنة أو الممتحنة أن تبروا تقسطوا إليهم يعني أن تحسنوا إليهم، لكن ليس هذا معنى المحبة القلبية. لكن آية الولاء والبراء في آخر سورة المجادلة أو مجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. فلا علاقة هنا ولا تعارض بين الآيتين ولا تعارض بين آيات الله تبارك وتعالى، إنما التعارض في عقول هؤلاء الذين يلوون أعناق النصوص لمآرب في نفوسهم. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.